صباح الخير. النهارده اول حلقه لينا من بيراميدز جيمناستكس. هنتكلم عن بعض اساسيات الجمباز، هنتكلم على اهم حركه في اساسيات الجمباز اللي بتساعدنا لقدام على كل الحركات. النهارده هنتكلم على الهاند ستاند. هتعمل الهاند ستاند نايا ماريا. هنتفرج على بدايه الستارت، بعدين كيف بنعمل هولد، بعدين ازاي بنرجع لوضع النزول تاني. هنبدا معاكم. اول حاجه ستارت بيها جنب دينها، رجليها لقدام مشدودين مطلعين لبره، راسها قدام، بعدين بتبدا ترفع رجليها لقدام وبنبلش الستارت. ايدها جنب ودنها بتروح لابعد مسافه ممكن، تطلع تعمل بوليفي، بعدين بتبدا تضم رجليها شويه شويه، واهم حاجه تبدا تحافظ على البوزيشن بتاعها، نديها جنب ودنها. بتعمل هولد وهي مخبيه صدرها، بلع بطنها وشده الهيبس. بعدين بنرجع لوضع الستارت تاني، نعمل هولد 1 2، بعدين بتبدا تنزل وايديها بترجع جنب ودنها تاني. اوكي، دلوقتي هنشوفها وهي بتحاول المحاوله كلها على بعض لوحديها. اهم حاجه ما ننساش ان الستارت ده جنب ودنها، ودنها متبصه لقدام، رجليها بتترفع، بتبدا تميل جزئيا شويه لقدام، تبدا تخبي صدرها وايديها تروح جنب ودنها. هنتفرج على الحركه لوحديها. هب بعدين بتبدا تزق الارض وهي مخبيه صدرها، تحاول تلمس بصوابع رجليها السقف فوق. اهم حاجه بتفضل محافظه على البوزيشن بتاعها، ظهرها مشدود، الهبس مشدود، مخبيه صدرها. بعدين بنبدا نفتح بالرجل الاولانيه اللي ورا، بعدين بننزل بنرجع لنفس وضع الستارت، ادينا جنب ودنا وباصين قدام. اوكي، كده انتهت حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقه جديده بكره بردك عن شيء من بيزك الجمباز، وهيكون الفيل فتح. شكرا.